وبرضو كنت بكلم اخواننا المزارعين في الموضوع دول، قلت لهم قلت لنا اعملوا اسعار استرشاديه مشجعه، صح يا دكتور؟ حاضر. عملنا اسعار استرشاديه مشجعه. طيب لما عملنا الاسعار ديت، انا مش جاي اقول يعني الوم حد، لكن انا بتكلم مع نفسي مع اهلي. احنا كل اما ليه انتوا اهلي اما ليه وليا الشرف والله. اه والله. فعملنا خمس سلع وحطينا سعر استرشادي مشجع على الناس تعمله. اول ما اخواننا المزارعين وهم ليهم حق لقوا سعر الرز حد تاني قدم اكتر، يا دكتور مصطفى راح ايه؟ راح مديونه. بس خلي بالكم انا كنت باخد الرز ده بحطه في التموين. بحطه فين؟ في التموين. طب التموين بيمس كام؟ حد يعرف؟ هقول لكم 70 مليون. التموين لكام؟ 70 مليون. فانا لما كنت هاخد الرز ده بالسعر اللي انا اعلنته المشجع اللي هو اعتبرته ان هو يعني يشجع المزارعين على انهم يزرعوا، لما لقوا ان في فرصه احسن عملوا ايه يا دكتور؟ راحوا باعوه. لا بأس لا بأس، جوه مصر هيوصل لاخر للناس، بس هيوصل للناس سعره ايه؟ غالي بقى. ما انا اللي كنت باخده وبيعه بسعر ايه؟ مدع. لكن لما حد تاني هياخده هيبيعه بقى زي ما اشتراه. يعني انا كراجل في القطاع الخاص خدت كيلو رز مثلا وصل معايا 17 18 زي ما اجيبه، مش هبيعه بقى بنفس السعر وانا جبته ليه؟ ابيعه ب 20 ابيعه ب 21 زي ما انا ولا يا دكتور. لكن احنا كدوله لما بناخد ده هو القمح. ليكوا كلكوا بقول الانتاج في مصر ممكن يبقى 8 9 10 مليون طن. خلي بالكم 10 مليون طن. طيب حد يقول لي ايه؟ اصل احنا في الريف عندنا بنخلي عندنا دقيق في البيت، يعني قمح في البيت يعني، عشان بنعمل شويه حاجات كده في المناسبات المختلفه. طب احنا اللي خدناه لغايه دلوقتي 3.5 ولا 3؟ 3.5 مليون طن. يعني في البيت كم طن؟ 6.5 مليون. 6.5 مليون طن. طب هو المخابز بتاعت الدوله وبتاعت الناس على مستوى الدوله بالكامل بتبيع لمين؟ للناس كلها. لمين؟ طيب انا لما باخد القمح ده اي مكان السعر اللي انا خدته بيه، هو انا وبرضه بقول الكلمه دي عشان ما حدش يقول لي الله انت بتتكلم وكانك انت صاحب الحكايه. لا انا بس مسؤول معاكم، لكن انا مش صاحب الحكايه ومحدش صاحب الحكايه. احنا اصحاب الحكايه، احنا اصحاب الحكايه. بس خليني البحيرة أكبر محافظة زراعية، مش كده ولا إيه؟ عشان كده يعني بركز شوية في موضوع القمح والذرة والرز والكلام ده. بس أنا كنت هاخد القمح ده، الرغيف بيكلف 80 قرش، ببيعه بكام؟ 5 قروش، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 5 قروش. يعني انا مش باخده هبيعه حتى بثمنه، لكن لو حد تاني خده هياخده عشان يتاجر فيه. طب انتوا النهارده لو انا ما لقيتش ان القمح اللي موجود، لان انا عامل دايما كدوله ان احنا يبقى عندنا رصيد احتياطي ما يقلش عن الخمس ست شهور، واحنا حرصنا على الكلام ده بقالنا 5 سنين، مش كده؟ قلنا ان احنا يبقى دايما عندنا رصيد الرز، القمح، الزيوت، اللحوم والدواجن ما تقلش عن ايه؟ عن 6 شهور، عشان يعني ما تحصلش ازمه. والكلام ده كان في البوتاجاز قبل كده كان في مشكله وبقينا نفس الكلام موجود عندنا، لا بأس. فانا كنت هاخد القمح ده بالسعر اللي انا قلت عليه ده، وبعد كده حدي للناس اللي هو للمدعم ب 5 قروش. طيب
لو انا النهارده ما لقيتش الطلب ده موجود في العشرة مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر، بيعملوهم مين؟ مزارعين مصر، هضطر اخد منين؟ هشتري من بره.